تواصل وزارة الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي هذا وقد تمكنت وزاره الداخليه خلال 24 ساعه من ضبط 363 قضيه تمونيه بمضبوطات اكثر من 85 طن مواد غذائيه وغير غذائيه كما تم ضبط قرابه 24 طن سلع غذائيه في مجال حجب السلع الاستراتيجيه وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، فقد تم ضبط أكثر من 34 طنًا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 18 طن سلع غذائية. كما تم ضبط 481 قضية من بينها 110 قضايا خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.